بدي اشكركم جميعا على كل الكلام الحلو اللي عم تبعتوا لنا اياه على صفحتنا على الفيسبوك. رح اقرا بشكل كتير سريع عن الامور اللي بتصدقوها على الانترنت اللي بتشوفوها وبتلاقوها دايما. سام عم بيقول انه هو ميرسي ما بيصدق الا ابتسامتي، ميرسي كتير. وفريال عم بتقول انه مش كل شيء حسب الموقع ومصداقيته، وفي امور بنوزنها بالعقل يفترض. امل عم بتقول انه ما بقتنع ابدا لانه اغلب ما ينشر من قصص او صور هي مركبه او فوتوشوب او دعايات مغرضه. رويدا عم بتقول كل شيء بهالحياه بتلزمه المراقبه لانه بنتعرض احنا دائما للكذب بكل شيء. روري عم بتقول ما بصدق شيء عن الانترنت. وايمان عم بتقول انه هي عم بتوجه تحيه لكل المشاهدين، لكل اسره العالم الصباح. جمانة عم بتقول حسب وين وشو ومين. ونجوى عم بتقول ما بصدق شيء ابدا. بقى عم تقول هي ما عم تقدر تتابعنا مزبوط كل الوقت، يمكن في عندها شوي مشكله هلا بنوصل لك اياها يا نجوى. غدير عم بتقول حسب الموقع وحسب الخبر نفسه، في اخبار من مضمونهم ببين انهم كذب. راح نتابع هلا محطتنا الاخيره مع الشيف حسين ورشه ملح. بعدنا ما ضفنا شيء، بعد الطنجره مسكره، ما رح افتحها لحتى الكسكس يتبخر لنشيله نسكبه ونقدمه كطبق او نوع من الحلويات. طيب عندي بالفرن كمان طاجن الكوسه والبطاطا بعد ما ضفنا البندوره وضفنا الكريمه فريش، بدنا نتركها حوالي 10 دقائق ونشيلها نقدمها. لكن مشاهدينا نحن اليوم قدمنا ثلاث اطباق اللي هن كان طاجن البطاطا والكوسه، الكسكس بالفواكه، وايضا الطبق اللي جاهز عندنا هون البطاطا المشويه، الطبق الحلو اللي حطيت معه زبده الفستق وحطيت معه فواكه مجففه وايضا الجوز، طبق كثير طيب وطبق مميز. لكن خليني ارجع لكم لبلشكم باول طبق اللي هو البطاطا. نحن عاده البطاطا بنجيبها وبنحطها دغري مقطعه وبدنا نشويها كان على الصوبيا، هلا قربنا على موسم الصوبيا، أو بدنا نقليها بطواية أو نشويها بطواية. هيدا الشيء غلط طبعاً، إلا إذا نحن رح نلفها براس البطاطا بالألمنيوم فويل ونحطها بقلب الفحمات أو الحطبات أو الصوبيا، ما بعرف حسب ما أنتم بتحبوا. بس ولكن نحن راس البطاطا إذا بدنا نقطعه شرائح ونشويه دغري لازم نكون سلقينه نص سلقة ونشيله بعدين نشويه بالطواية على الجريل على الفحم حسب ما انتم بتحبوا. لكن شوينا سلقنا البطاطا بعد ما كنا مغسلين القشره الخارجيه من الرمل لان تحتوي على كميه عاليه من الرمل، بنغسلها وبنتركها بقشرتها، وايضا بنسلقها. بعد ما نسلقها بنقطعها شرائح وبنشويها على الفحم. انا حطيت معها اليوم زبده الفستق، شيء كثير طيب، حطوا معها من فوق زبده الفستق وصدقوني جربوها كثير طيبة مع الجوز. وأيضا حطينا الفواكه المجففة وحطيت رشة من زيت الزيتون. لكن هذا الطبق الأول كان. أما بنيجي للطبق الثاني، طاجن الخضار أو طاجن البطاطا والكوسة. أول شيء جبنا نحن بطاطا، طبعا قشرنا البطاطا قطعناها رونديل، شوحناها بطوية أو بصينية على النار مع قليل من زيت الزيتون لحتى شوي لينت عنا حبة البطاطا، شلتها صفيتها بصينية. جبت الكوسة، قشرت الكوسة كمان قطعتها رونديل أو دويرات وكمان لوحتها أو شوحتها بطواية لحتى كمان لينت. أيضا ضفتها فوق البطاطا، حطيت لهم مرقة الدجاج مع قليل من الملح والفلفل الأسود، فوتهم على الفرن على درجة حرارة 220 درجة. بعد 40 دقيقة شلتهم من الفرن، حطيت الصينية قدامي، جبت بندورة حمراء جامدة، كمان قطعتها رونديل، ضفت لهم البندورة رونديل وحطيت من الكريم فريش، وكمان ضفنا رشة ملح وفلفل أسود وفوتهم على الفرن مدة 10 دقائق، منشيلهم وأيضا منقدمهم. طبق سريع، طبق ما أخذ معنا كتير وقت وأيضا سهل التحضير. هيدا بالنسبة للطاجن الكوسة والبطاطا، مثل ما عم نشوف نحن كيف عم تغلي بالفرن على درجة حرارة 220. الطبق الثالث اللي هو كان الحلويات، مثل ما عم نشوف نحن قدامنا الكسكس بالفواكه. تقريبا صار فينا نحن نطفي النار،
ونتركها على نار، نتركها تتبخر من بخارها لحالها. طيب طفيت النار وهلا تركتها هي تتبخر وايضا تتنبت لحتى نشيلها نسكبها. بهالوقت انا خلينا نجي نشوف شو صار في عنا هون بالفرن. البطاطا والكوسة خلينا نشيلهم من الفرن، وايضا نحط على وجهن البقدونس ونقدم هيدا الطبق. بضل في عنا طبق الحلويات. هيدا الطبق صار جاهز، نطفي الفرن. نجي للبقدونس، ناخذ رشة بقدونس صغيرة لحتى نحطها على الوجه. اوكي، لكن نضيف رشة من البقدونس. ومنزينها كمان. بنحط لها راس بندورة بنصها لحتى للزينة مش أكتر. اوكي، وهيدا راس بندورة للزينة. إذا بدنا فينا نزين حواليه بالخس اللولو أو خس الملون. أوكي. هاي هاي، شو غاطسين بالتزيين؟ عم نزين هيدا الطبق الرئيسي. إيه، مثل ما خبرتك عنه ببداية الحلقة. اللي هو شو في بقلبها؟ هذا اللي فيه، ما تحذرني هلا، هذا اللي فيه الكوسه. ايه الكوسه والبطاطا. ايه مزبوط، اللي بلشنا فيه وحطينا اخر شيء. ليك كيف حطينا البندوره وحطينا كريم فريش طبعا من تحت فيه مرقه الدجاج. ايه، وعلى الوجه رجعنا ضفنا الكريم فريش. هيدا الطاجن شكله طيب، طاجن طاجن السمك معودين نحن نقول. فهو طاجن الكوسه والبطاطا. اوه، هون البطاطا كمان اللي انسلقت وانشوت وعليها البينات باتر 100%. خلينا نجيب شغل. يلا، ها هاي معلقتنا لنسكب بهيدا الكوسكوس. صار جاهز عنا. شي مرة ضايقتي انت بالفواكه او لا؟ بالفواكه لا، مثل ما هو الاصلي. ايه بس بالفواكه لا، عندي صاحبتي مغربية بتعمله كتير طيب. بالدجاج بالسمك او باللحمة؟ لا بالدجاج. نحن هون عملناه مرتين، مرة بثمار البحر ومرة بالدجاج. طبعا غيدا طرق مميزة يعني. ايه واليوم بالفواكه. واليوم رايحين على الفواكه. ايه بدنا ندوقه هلا لحتى نشوف اليوم شو وضعه. اليوم الوضع تمام. ايه ايه ما في شك. اوكي. اوه ها، عظيم. هلا هنكفي الزينة مراحل التزيين. ايه اوكي، بدنا نحط الفواكه اللي حطيناها جوا. بدنا نحط من الفواكه، وراح نحط كمان هيدي مرفقتنا من الصبح. هيدا اللون. ايه ايه هيدا، او خلينا نحطهم وحده كبير. اها تروبيكال صار شكلها.
هلا الاناناس بهالشكل كمان، وبدك تحط بعد شمام؟ حط بعد شمام. اوكي كمان طبق الشمام ناطرناه. شكلها كثير حلو هالشمامة، هيقتها حلوة؟ طيبة ايه وحلوة. عم تحكي عني ولا عن الشمامة؟ لا عنك عن الشمامة. اوكي بعد ما نزين ولا خلص؟ لا خلص ما بقى تتحمل. حتطلع كمان ايه حلص حتى بدك نذكر المشاهدين بشكل سريع دغري شو حضرنا. رح ارجع عيد لكل المشاهدين اكيد لنضموا لنا هلا والشيف وهالاطباق. لكن المشاهدين نحن اليوم قدمنا ثلاث اطباق من مطبخنا. اللي هن كانوا كسكس بالفواكه، اللي كان الطبق الثاني طاجن الكوسه والبطاطا، وكان عندنا البطاطا المشويه. اول طبق اللي هو الكسكس، اول شيء جبنا نحن زبده، حطينا زبده على النار، جبنا من الجوز قلبناهم مع بعض، قلينا شوي الجوز مع الزبده، قطعنا الاناناس مربعات صغيره او كبات صغيره، جبنا الشمام كمان قطعناه كبات صغيره، قليناهم مع بعض مع الجوز والزبده، حطينا رشه سكر وحطينا رشه قرفه، وجبنا طبعا عجينه الكسكس، ضفناها لقلن، قلبناهم مع بعض، ضفنا من المي، حطينا مي تقريبا غمرناها لحتى نبتت، سكبناها بهالشكل وزيناها بالفواكه. اما الطبق الثاني الطاجن بالكوسه والبطاطا، جبنا كوسه قشرناها، جبنا بطاطا قشرناها غسلناها، طبعا شوحناهم شوي على النار، فينا ما نعطيهم لون مش غلط، وجبنا صينيه، هيدي الصينيه اللي قدامنا طبعا حطينا فيها البطاطا وحطينا فوقها الكوسه وحطينا مرقه الدجاج، ورجعنا فوتناها على الفرن على درجه حراره 220 درجه لمده 40 دقيقه. بعد ال 40 دقيقة شلتها من الفرن وقطعت بندورة روندليت او دوائر وحطينا لها كريم فريش ورديناها على الفرن. طبعا هون نحن مشاهدينا ما بدنا ننسى الملح والفلفل الاسود، رديناها على الفرن مدة 10 دقائق على نفس درجة الحرارة 220، شلناها زيناها بالبقدونس وحطينا بندورة والخس الملون. حطيت فلفل اسود؟ من ورا ظهري؟ بس ما كترنا فلفل اسود. نسيت انه انا هون؟ ما هو عشان هيك ما كترت، حطيت رشه صغيره. اوكي. الطبق الثالث اللي هو كان البطاطا المشويه، هون برجع بحب اذكر كمان المشاهدين لنضموا لنا، نحن عاده بس بدنا نشوي بطاطا بنجيب راس البطاطا وايضا بنغسله وبنسلقه نص سلقه وبنقطعه وبنشوي، اذا بدنا نتركه راس كامل فينا ما نسلقه نص سلقه، بدنا نلفه بالالمنيوم فويل ونحطه ايضا بالفرن او نحطه بالفحم او نحطه بالحطب حسب ما نحن بنحب، بس اطيب شيء وانا بنصحهم يلفوا بالالمنيوم فويل وايضا يحطوه بالحطب، وبعد ما يستوي بالخشب او الحطب نشيله نقصه ونحط زبده بقلبه، كثير طيب، جربوها انا من عندي صار فيني لكم الف صحتين، وان شاء الله هول الثلاث اطباق يكونوا نالوا اعجابكم. اكيد بكره محضر لكم كمان طبقين كثير طيبين، حضروا ثمار البحر وحضروا السمك لبكره. ناطرينك بكره نحن شيف، اكيد بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت عالم صباح جديد وفقرات جديده، انا بودعكم بقيكم نهار الجمعه ان شاء الله بعالم الصباح، باي باي.